متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالصحة والعافية. إليكم أول نشراتنا الجوية لشهر رمضان المبارك، والتي نبدأها دائما من خلال خرائط توزيع الرياح. غدا هناك منخفض جوي خمسيني عميق يتحرك من الأراضي المصرية باتجاه بلاد الشام، معه هبوب لرياح قوية جدا، عواصف ترابية. هذه العاصفة الترابية متوقع أن تعبر بها ربما البحر الأحمر وتتجه إلى الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى، كما تنشط الرياح بشكل لافت في الأجزاء الشمالية الغربية، وتبقى الأجواء مغبرة في مناطق واسعة. يوم السبت يتوقع مع تحركة هذا منخفض الجو الخماسيني باتجاه الأراضي العراقية أن تهب رياح قوية جدا على مناطق حائل شرق المدينة المنورة والمناطق الشمالية وصولا إلى حفر الباطن ورفحاء، وهذا الأمر سيعمل على تشكل موجات غبارية في هذه المناطق مع تدني لمدى الرؤية الأفقية. توقعات الهطولات أو توقعات الغبار، إذن هذه العاصفة الرملية متوقع أن تتشكل في المناطق المصرية نهار يوم غدا، والتي جزء منها ربما تتحرك باتجاه شمال غرب المملكة، ويكون هناك فرصة أخرى لوجود عواصف وموجات غبارية على منطقة حائل وشمال المملكة وشمال غرب المملكة مع ساعات نهار يوم السبت بمشيئة الله تعالى، وتتحرك بعض من هذه الأتربة والرمال نحو المناطق الوسطى، وهناك نشاط على الرياح في المنطقة الشرقية من المملكة مع ساعات مساء أو فجر يوم الأحد، مع فرصة لتشكل بعض الأتربة المثارة في هذه المناطق. دعونا نصار التوقعات الأمطار خلال الأيام القادمة. إذن نهار يوم الجمعة هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الجنوبية من محافظة الرياض ومنطقة الإحساء، هناك فرصة لزخات محلية رعدية من الأمطار، كذلك الحال في أقصى شمال غرب المملكة منطقة القريات والطريف نتيجة هذا المنخفض الجوي الخماسيني. بشكل عام تسود المملكة يوم السبت صباحا وليلة الجمعة على سبت أجواء مستقرة، هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار يوم السبت لكنها محدودة، تقع ما بين منطقة الدمام جنوب الرياض وصولا إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية، هناك فرصة لتشكل بعض السحب الركامية الرعدية المحلية، وتكون ذات نطاقات جغرافية ضيقة بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه أو غدا، عفوا يوم الجمعة في ساعات النهار، نبدأها في المناطق الشمالية سكاكا من 32 إلى 23 مع أجواء مغبرة، أرعن من 29 إلى 23 أيضا مع طقس مغبر، تبوك أيضا طقس مغبر من 34 إلى 21 درجة مئوية. المناطق الغربية في المملكة 39 درجة مئوية، إذا أجواء حارة في مكة المكرمة 26 الصغرى، 37 إلى 25 في جدة، 38 إلى 23 في المدينة المنورة وفي الطائف من 29 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية فرصة لزخات محدودة من الأمطار فوق جبال جنوب غرب المملكة، تكون في أبها من 26 إلى 17، في الباحة من 26 إلى 19، وفي جازان من 33 إلى 30 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء تصل إلى 42 درجة مئوية والصغرى 27، والأجواء حارة. في الدمام أجواء أيضا حارة 40 درجة مئوية والصغرى 27، وحفر الباطن من 39 إلى 25 درجة مئوية مع طقس حار للغاية. كذلك الأمر هو في العاصمة الرياض 38 إلى 25، في القصيم من 37 إلى 23، وما في حائل فطقس مغبر أيضا غدا، وتكون درجة الحرارة العظمى 34 في حين تكون الصغرى 24 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية الأيام القادمة في العاصمة الرياض، إذا كما تحدثنا الجمعة من 38 إلى 25 في حين تكون يوم السبت من 40 درجة مئوية نهارا تهبط إلى 28، لكن هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار كما تحدثنا، هناك حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، بمعنى أن الفرصة مهيئة لتشكل سحب ركامية رعدية تصحب بزخات من الأمطار تسبق بنشاط بسرعة الرياح، وعادة يكون مدى تأثير هذه السحب محدود جغرافيا. يوم الأحد تبقى الفرصة مهيئة ما زالت لهذه الزخات المحلية الرعدية من الأمطار، ولكن يبقى الطقس حار من 39 نهارا إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل. يمكنكم طبعا معرفة المزيد من الأحوال الجوية عبر زيارتكم لموقع طقس العرب أو تحميلكم لتطبيق طقس العرب. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.